اليوم النهائي واليوم اليوم الحسم، اليوم اخر نهار في المحكمه ان شاء الله، وتنطلبوا يكون الخير وتكون النتيجه لصالح ديال عزيز وهادشي اللي غنقول لك وهادشي اللي تيتمناو الناس اللي واقفين مع عزيز. كاع الناس جاوا والناس اللي ما جاوش راه كعارف الكوفيد 19 راه ما تيخليش الناس بزاف اللي يشوفوا بعضياتهم، وتنشكر الناس واقفين معاه من كل شيء العالم كامل، الناس ديال تونس، الناس ديال الجزائر، الاخو كل شيء واقف معاه، تيعطيه واحد الشحنه وتيعطيه واحد الشجاعه، وتنشكر الناس كاملين، وتنطلب الشفاء العادل الميلودي العاجل يرجع لوليداته حتى هو، وانا راه ما ضد عادل الميلودي ما والو، نكون مع خويا ان شاء الله، وكيف ما كان النتيجه راه انا معاكم ونعطيكم اخويا التصريح ونعطيكم اي حاجه.